الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمزنا اليوم هو رمز الشمس. إيه يعني الشمس في المنام؟ ممكن يكون ملك الدولة، ممكن يكون الأب، ممكن يكون الأم، ممكن يكون حد ذو شأن عظيم وله مكانة عندنا في حياتنا. طيب اللي يشوف مثلا نفسه إن هو امتلك الشمس أو طلعت عليه في بيته، ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيتزوج من امرأة عظيمة الشأن وهتكون دفء له في بيته. اللي يشوف نفسه تحول لشمس وعلى قد الأشعة بتاعت الشمس على قد خيره اذا كان هو اهل لذلك، يعني هيتولى ولاية معينة. فلذلك الشمس من الكواكب المهمة جدا رؤيتها في المنام، وكمان بتحصل فيها حدث كوني. مثلا شفت ان الشمس وقعت، لو وقعت في حجرك الشمس فده معناه ان انت يولد لك ابنة على خير. ولكن اذا وقعت مثلا في البحر او خلافه، للأسف الشديد ده وفاة لأي حد من اللي ذكرناهم سابقا. فلذلك الشمس لازم ننتبه عند رؤيتنا لهذا الرمز. بكده نكون خلصنا رمز اليوم. معلومة اليوم هو تواطؤ الرؤى. يعني ايه تواطؤ الرؤى؟ يعني اتنين يشوفوا نفس الرؤية ولكن هما مختلفين، سواء كان راجل او امرأة او رجلين او امرأتين. وده طبعا بيحكي عن سيدنا الإمام نسرين لما راح له اتنين، واحد فيهم قال إن أنا شفت إني أؤذن، والتاني قال برضو شفت إني أؤذن، فقال له أنت ستسرق وتقطع يدك، وقال للتاني أنت ستحج هذا العام، فقالوا له من أين علمت هذا؟ فقال من سمات وجهه، فهذا عليه سلام الوجه وهذا عليه اقتضاب الوجه. بكده نكون وصلنا لآخر المعلومة.